السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله عنا فيديو جديد في سلسلة ديال دروس ديال الصرف والتحويل. عنا اليوم الفعل المثال. درنا جوج ديال الفيديوهات السابقة، درنا الفعل المهموز في فيديو بوحدو، ودرنا الفعل المضاعف في فيديو. دابا غنديرو إن شاء الله نعرفو بالفعل المثال. عندنا الفعل المثال، شنو هو الفعل المثال؟ الفعل المثال هو الذي يبتدئ بحرف عله. شنو هما؟ نسالوا شنو هما حروف العله؟ حروف العله هما هادو ثلاث حروف، وهو الواو والالف والياء، ولا الياء والالف والواو، ولا الالف والياء والواو. المهم كيف ما كانوا، المهم هما ثلاثه، هادو هما حروف العله، ثلاث حروف. حروف العلة هي اللي تتحدد لنا الأفعال، سواء كان فعل المهموز، المضاعف، المثال، الأجوف، الناقص. غنتعرفوا على هاد الأفعال هادو اللي باقينا تعرفوا عليهم في فيديوهات إن شاء الله غادي نديروها مستقبلا. دابا غادي نفهمو غير فعل المثال. الفعل المثال هو الذي يبتدئ بحرف علة، تيبتدأ بحرف من هاد الحروف العلة هادو، تيبتدأ بالواو والياء. انتبهوا مزيان، غنشرح ويكون شوية ديال باش ما يتلفش عليهم حرف المثال. انا عطو امثلة. عندنا الفعل المثال الاول، حرف المثال الاول وزانة. وزانة هو تيبدأ بحرف علة وهو حرف الواو، وزانة. يائسة، يائسة تهدا بدا بالياء، والياء من حروف المضارعة، إذا هذا فعل المثال. وصل تبدا بحرف الواو، حرف الواو حروف العلة، إذا هذا فعل المثال. وعد تبدا بالواو، واو من حروف العلة، إذا هذا فعل مثال. إلى عطاونا واحد مثلا، عطاونا شي فعل نعطيو مثال. قال حطوا لينا ياكلوا، ياكلوا، وقالوا لينا واش هذا فعل مثال. بزاف ديال التلاميذ يقول لك ايه راه فعل مثال، علاش؟ يقول لنا تيبداو بالياء كيف ما هذا يائسة. ولكن انتبهوا، انا نعطيكم واحد القاعده خذوها دائما طبقوها. هذا فعل مضارع، يأكل مضارع، يأكل. هنا يائسة فعل ماضي، هل فرق فيناتهم؟ يائسة فعل ماضي ويأكل فعل مضارع، بجوجهم تيبداو بالياء. ولكن هذه الياء صحيحة من حروف العلة لأن مصرفة في الماضي، أما هذه الياء وهي حرف من حروف المضارعة وليست من حروف العلة. مضارع يأكلوا، يأكلون، راه حرف مضارعة. تأكلوا هذا حرف الياء من حرف المضارعة وليس من حرف العلة، إذا هذا ليس بفعل مثال، هذا خطأ. إذا القاعدة شنو تتقول؟ تتقول لنا أي فعل، أي فعل باش نعرفوه ونحددوه تيخصنا نصرفوه في الماضي، كيفما شفنا راه هاد الافعال كلها مصرفه في الماضي. وزن ماضي، يائس ماضي، وصل ماضي، وعاد ماضي. ومع من صرفوه؟ مع الضمير هو. وزن هو، وزن ما درنا لا على هي ولا انت ولا انا. وزن الا رديناه وقلنا شكون هو وزن، شنو هو الضمير؟ هو. يائس فعل ماضي، اذا هو يائس. وصل هو وصل، وعد هو وعد. دائما اي فعل تنصادفوه باش نحددوه تيخصنا نردوه للماضي ونصرفوه مع الضمير هو، دائما باش نعرفو نوع الفعل. دائما تاخدو هاد القاعده، ما تبقاوش مثلا تشوفوا بحال هادي ياكلوا، تشوفوا الياء وتقولوا صافي راه فعل مثال. لا، تشوفها واش ماضي ولا مضارع. اذا هي مضارع ليس بفعل مثال، واخا عندها الياء لقاو بانها الياء هادي ديال حرف من حروف المضارعة وليست حرف علة، أن أصل الفعل
وهو تيكون في الماضي ومصرف مع الضمير هو. اذا غنمشيو لهاد التمرين الاول، تمرين بسيط. قالوا لنا ميز مما يلي كل فعل مثال واحيطه بخط. نميز كل فعل من الافعال يكون مثال ونحيطه بخط، دوروا عليه خط. وهب، وهب هل هو فعل مثال؟ نشوفوه واش مصرف في الماضي. وهب فعل ماضي مصرف مع من؟ شنو هو الضمير؟ وهب، هو وهب. اذا وهب تبدا بواو، واو من حروف العله ومصرف في الماضي مع الضمير هو، اذا هو فعل مثال. براء، براء بدي بحرف الباء، هل باء من حروف العله؟ لا، هذا ليس بفعل مثال. شرب، شرب الحرف الفعل عفوا يبدا بحرف الشين، هل الشين من حروف العله؟ لا، ليس بمي مثال. يقينا، يقينا يبدا بالياء والياء من حروف العله، اذا خصنا نتاكدوا واش هو في الماضي، واش مصرف معاه هو. يقينا فعل ماضي. اما في المضارع يوقن، يقينا فعل ماضي مصرف مع يقينا، اذا هو يقينا، اذا هذا فعل مثال. نام، نام تبدأ هذا الفعل بحرف النون، هذا حرف النون من حروف العله؟ من حروف العله؟ لا، ليست من حروف العله، اذا هذا ليس بفعل مثال. وعد، وعد يبتدئ بالواو والواو من حروف العله، مازال نتابعوا نتاكدوا واخا لقينا حرف عله خصنا نشوفه واش مصرف في الماضي، واش مع الضمير هو. وعد اذا فعل ماضي، وعد هو وعد، اذا هذا فعل مثال. يسار، يسار يبتدئ بحرف الياء والياء من حروف العله، غادي نشوفوها ربما تكون في المضارع مصرف في المضارع، وغادي نتغشوا فيه الا كان في المضارع يكون خطا. يسار فعل ماضي، يسار هو يسار، اذا هاد الياء من حروف المضارعه ندوروا عليها. وقف، وقف الفعل بادئ بحرف الواو والواو من حروف الحروف العله عفوا، غادي نحولوه للماضي. وقف ماضي، شنو هو الضمير؟ وقف هو وقف، اذا هذا فعل مثال كذلك. يائسة حرف الياء من حروف العله، يائسة فعل ماضي هو يائسة، اذا هذا فعل مثال. وزن، وزن الواو حروف العله، وزن فعل ماضي الضمير ديالو هو وزن، اذا هذا فعل مثال. هكا نكونوا عرفنا فعل مثال، هكا تنديروا ليهم باش نميزوا الفعل. دابا التمرين الاخير قالوا لنا اصرف الفعل المثال التالي في الماضي والمضارع والامر. عطاونا غادي ناخذ واحد الفعل هو وقف، غناخذوا فعل من هادو، غناخذوا وقف، وقف فعل مثال. اذا احنا نتاكدوا ها هو في الماضي ومع هو، هو وقف، هذا هو اصل الفعل في الماضي ومع هو. غادي نشوفوا هنايا دابا غادي يتغيروا في المضارع وفي الامر، غادي نشوفوا غيتغير. دابا هو في الماضي وقف، وإلا درنا هو في المضارع، هو في المضارع هو في الماضي وقف، غنديروها في المضارع هو يقف، هو يقف. إذا فين مشات الواو؟ الواو اللي كانت مع هو في الماضي تحذفات ولات الياء، وهاد الياء ليست من حروف العلة وإنما هي ياء المضارعة. راه تقدروا تشوفوا هاد يقف وتشوفوا ليا وتقولوا فعل مثال، هذا ليس بفعل مثال، هاد الياء ديالو ياء المضارع، احنا كنا نقولوها قبيله ياء المضارع. في الامر
انا دائما تنقولها في الفيديوهات ديال الصرف والتحويل، دائما في الامر ما تيتصرفش الضمائر اللي تيبداو بحرف الهاء، لانهما ضمائر الغائب، غائب ما كاينش معنا، ما يمكنناش نامرهم. في الامر تيتصرفوا غير ضمائر الحاضر، هو انا اللي فيهم الالف، تيبداو بالالف. انا ما تنديرهاش في الامر، عفوا، انت، انتي، انتما، انتم، انتن، نحيدو منها غير انا، صافي، تيتصرفوا في الامر. انت، انتي، انتما، انتما مذكر، انتما مؤنث، انتم جمع المذكر، انتم جمع المؤنث. اذا هذا الامر ما نصرفوش. غنمشيو لانا في الماضي. انا وقفت، انا وقفت، انا وقفت في الماضي. غادي نمشيو نشوفوها في المضارع. انا وقفت في المضارع، غنديروا لها انا اقف، اقف، انا اقف، انا اقف. هنا هو الواو ديال، كيناش الواو، عندنا هاد الالف ديال المضارع، اقف، انا في المضارع. اذا الامر ما كاينش، الامر مع انا. انت، انت، انت في الماضي، انت وقفت، انت وقفت، انت وقفت. نشوفوا في المضارع، انت تقف، انت تقف، انت تقف، عفوا، انت وقفت، انت تقف. الواو ما بقاتش هنايا، تحذفات. اذا ولات هاد التاء، هاد التاء من حروف المضارعه، هادو كلهم الاول حروف المضارعه، وليس عندك هاد اللي هي هذه اللي قلنا في حروف العله، وليست من حروف العله، وانما هي ياء المضارع، حرف من حروف المضارع. انت وقفت، انت تقف. الا درنا لها في الامر، انت في الامر قف، نامره نقولوا ليه قف. انت في الماضي وقفت، في المضارع تقف، في الامر نقولوا ليه قف، انت قف. اذا انهم، هم في الماضي، هم، هم وقفوا، هم وقفوا، هم وقفوا. مشوا المضارع، هم يقفون، هم يقفون. اذا قلنا دائما الهاء وانا ما تيدرش، ضمائر الغائب وانا ما تيدرش في الامر. عندنا انتم، انتم في الماضي، انتم وقفتم، انتم وقفتم، انتم وقفتم. في المضارع، انتم تقفون، انتم تقفون. اذا بديرناها في الامر نقول لهم انتم قفوا، انتم قفوا. اذا هنايا عندنا هم وقفوا، هم يقفون. هاد الياء ليست بالياء حرف العله، وانما حرف من حروف المضارعه، هادو كلهم حروف المضارعه، وليست هادو ماشي ديال حروف فعل مثال، عفوا، هاد الحروف اللي في اول فعل هنايا في المضارع هما حروف المضارع. كما تلاحظوا بان الماضي، الفعل مثال في الماضي دائما بقى محافظ على الواو، على حرف العلة ديالو، وقف، وقفت، وقفت، وقفوا، وقفتم، هذا هو فعل المثال. هنا تحذف الحرف الأصلي ديال حروف العلة، ولات حروف المضارعة لأن تصرف في المضارع، كما تنشوفوا الأمر كذلك، تحيد حرف المضارعة. إذا هذا هو فعل المثال. تنتمنى تكون هذا الفيديو نال الإعجاب ديالكم واستفدتوا منه. هو سهل، خصو غير شويه ديال التركيز كما قلت لكم في القاعده. ان شاء الله الفيديوهات الجايه غادي نكملوا الافعال، باقي لنا الفعل السالم والفعل الاجوف الناقص، غنكملوهم.
باش كلشي يستافد من هاد الافعال ديالهم، عندك الساعات نصرفوهم في الفعل الصحيح والفعل المعتل. تنتمنى هاد الفيديو كان الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تفارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. وتنشكر كل اللي تيدعم القناة وتيساعدنا وتيكومونطينا داك الكومونطيرات اللي تيزيدو يشجعونا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.